قطاع غزة الصغير يصبح أصغر، والحرب المستمرة في شهرها الرابع تضيق المساحات بشكل كبير على سكانه المنكوبين. فنتيجة للعمليات الإسرائيلية البرية والجوية باتت معظم مناطق القطاع غير آمنة، ولم يعد أمام سكان القطاع سوى النزوح المستمر. قطاع غزة المأهول تقلصت مساحته بمقدار الثلثين مع تزايد تحذيرات بالإخلاء وفق وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن إسرائيل قامت بتقسيم قطاع غزة إلى أكثر من 600 مربع، كما تواصل حث المدنيين على الإخلاء. في هذه الخريطة نشاهد مخيمات البريج والمغازي والنصيرات. هنا القوات الإسرائيلية طالبت بالإخلاء الفوري لها. على سبيل المثال، تم توجيه معظم النازحين من مخيم النصيرات نحو خان يونس ومدينة دير البلح التي تشهد بدورها إطلاقا كثيفا للغارات، ووسط مخاوف من أن تتحول دير البلح لهدف أيضا. خيار آخر للنازحين هو التوجه، كما نتابع على هذه الخريطة، التوجه لمدينة رفح في الطرف الجنوبي من القطاع، حيث بلغ عدد النازحين فيها نحو مليون نازح وفق الأمم المتحدة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.